السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الثاني. فإذا مفترض أن عندنا هذا الملف اللي هو البي دي اف، فنقوم بفتح الملف في الأدوبي فوتوشوب. كلام سليم. فإذا احنا عندنا هذا الملف، هذه هي أول لير، فاحنا مفترض نسمي هذه اللير وليكن لوجو أو رايتنج. مفترض عندنا باك جراوند، فنستخدم باك جراوند. طيب في هنا شيء مهم، ان احنا ما استخدمناش اي كولر سكيم. فنفترض ان نستعرض حاليا موقع مهم في اضافه الكولر. طيب اذا ببساطه شديده هذا الموقع بيتم هو اوتوماتيك بيعمل جنريت لكولر سكيم بناء على الوان محدده. فاحنا هنستخدم اولا ندخل على اب التطبيق، هو غير لا يحتاج الى تحميل، هو تطبيق للويب وفكرته بسيطه جدا. اننا بنختار لون معين اولا. هنا دي عباره عن الخمس الوان اللي بيتم عمل ليها كلر سكيم. فاحنا الالوان دي طبعا غير منطقيه لاكسلت ال كنا نعمل ريفرش عن طريق الماستر. فاذا هيتم اختيار كلر سكيم معينه بناء على الالوان اللي هنستخدمها. فانا شايف ان هنا في عدة الوان، يعني مثلا اللون ده وهذا اللون. نفترض هنستخدم الوان قريبه من الوان الذهبي واللون الرمادي. نشوف ايضا ان هذا اللون مناسب. يتم بالمسطره يتم تجربه عده الوان معينه. ممكن نثبت هذا اللون ونختار لون معين. تمام. شايف ان هذه الالوان هي الالوان اللي نختارها. فاذا نختار برينت سكرين ونذهب الى فايل جديد. اذا هذه هي الالوان اللي تم العمل عليها. في هذا اللون اللي هو قريب من الازرق الغامق، وفي عدة الوان. المفترض كان في المفترض اللون الذهبي، ولكن هنشتغل على هذه الالوان الخمس الوان الحاليه. فاذا الباك جراوند هتكون لون غامق، لاما هذا اللون لاما هذا اللون. فنختار وليكن هذا اللون، ونختار وليكن هذا اللون. تمام. هذه هي الخلفيه. إذا بالنسبة لي لون الكتابة، فممكن لون الكتابة يكون لون فاتح من هذه من اللون الأبيض أو اللون أو هذا اللون. طيب هنختار أولا الرايتنج ونذهب مباشرة إلى الكالر أوفر لاي. فاحنا من الرايتنج ذهبنا إلى اللير ستايل مرة أخرى، من الإف إكس ذهبنا إلى الكالر أوفر لاي، ثم بعد ذلك اخترنا color overlay. هذا اللون هو عبارة عن هذا اللون. في بعض طريقة أخرى، يعني أنا أستخدم شريحة معينة و edit copy merged، ثم نذهب و paste بهذا الشكل. يعني دي طريقة ودي طريقة، بدل ما نذهب كل شوية للملف الآخر. وممكن نضيف ستروك باللون مخالف. كلام سليم. يبقى إذا الكالر اوفرلاي هيكون هذا الكالر. مفترض هيكون في ستروك، هذا الستروك هيكون بهذا اللون. لو قلنا الستروك 3 12 أو 9 وليكن، كلام سليم. هنختار اللير وفي المنتصف وفي السنتر،
فأصبح عندنا الآلة القرآنية. هنضيف بعض الزخارف الشمال، لكن قبل الزخارف هنكتب ويتم تغيير الفونت إلى خط وليكن يعني يعتبر هيكون خط مناسب أو قريب من الخط الثلث، وليكن هذا الخط في خطوط قريبة من خط الثلث. سيتم تكرار اللير، وهنكتب هنا صدق الله العظيم. ممكن يتم تغيير الخط أو من الخطوط القريبة من خط الناس، كان فيه هنا خط في الخط تقريبا هذا الخط مناسب، هيكون ريجولر و 36. كلام سليم بقى، أصبح عندنا المخطوطة بهذا الشكل الثاني من المخطوطة. ممكن نضيف في الباك جراوند عدة أشياء، لير جديدة والديفولت في اللون الأبيض، يتم عمل فرشة بهذا الشكل. نفترض الهاردنس هتكون 0، والنورمال هتكون اوفرلاي، وهنسمي الاثنين لاير، هنسميهم لكم باك جراوند. احنا نسينا حاجة، اننا لو هنرفع هذا الشغل مباشرة على كفيسبوك بوستر، فنفترض هيكون في ابعاد للفيسبوك بوستر، فنشوف هنا ابعاد الفيسبوك بوستر. فنشوف الابعاد هي عبارة عن الكوفر بيج، هنشوف هنا من فإذا البروفايل الكوفر فوتو 754 في 2 في 2037. كلام سليم. يبقى إذا لو العرض 1000 يبقى الارتفاع 2700، منطقي. فإذا هنسيف هذا الملف. طيب اذا حاليا احنا مفترض هنبدا بروجكت جديد في الفوتوشوب، ونقوم بالابعاد تكون مناسبه ان تكون فيسبوك بروفايل. نلاحظ شيء معين، ان في الفيسبوك بيج الابعاد تختلف عن البروفايل، لكن تقريبا متشابه، يعني الفرق 63 من 7 من 10، يعني الفرق بسيط يعني. طيب اذا هنبدا في الأدوبي فوتوشوب، هنبدأ بروجكت جديد. هذا البروجكت وليكن الهايت 1000 والويدث 2700، الريزوليوشن ماشي 72 من 7.
كلام سليم. نفترض هنسخ جميع اللايرز. من الايمج سايز مفترض لو الابعاد تكون منطقيه مناسبه او مساويه لهذه الابعاد فهنكتب 7 5 4. فهنكتب هنا في البيكسلز 7 5 4 المفترض من الايمج سايز، مش من الكانفاس، من الايمج سايز في البيكسلز 7 5 4، وبالطبع يكون 2036 بهذا الشكل. لكن هنتركها كما هي 1700. طيب تمام. في طبعا بعض الأشياء اللي تتعدل، فإذا هنكتب دي وليكن 100. بالنسبة لي أيضا هذا الخط وليكن هيكون 7. تمام. يبقى إذا إحنا حاليا أعتبر انتهينا من أول مرحلة وهي مرحلة الفوتوشوب. في بعض الأشياء المهمة ممكن نتكلم عنها في درس قادم بإذن الله. بعد كده انتهينا من الدرس الثاني، نستكمل إن شاء الله في الدرس الثالث بعض الأشياء المهمة، بعض الإضافات المهمة في الفوتوشوب.